حديثنا اليوم عن الدعسوقة أو بما يسمى في عدة دول عربية أبو العيد أو ستنا سارة وصرصور العيد، ويسمونها ستنا مريم بعد أو العذراء أو أم سليمان أم علي، لها مسميات عديدة. أنتم كل واحد يكتب لي في التعليقات شنو تسمونها في بلدكم؟ تكلمنا في فيديو سابق عن الخنافس وذكرنا الدعسوقة، ولكن اليوم راح نذكرها بشكل مفصل وأكثر. طبعا الدعسوقة حشرة من عائلة الخنافس، لها أنواع عديدة تقريبا 15 نوع. لونها عادة يكون أحمر أو برتقالي، طبعا يكون عليها بقع سوداء. الدعسوقة تعتبر من الحشرات المفيدة ومتوسطة العمر، يعني أقصى حد توصل له تقريبا 3 سنوات عمر. تعيش تحت الأوراق والنباتات والأشجار وأجذاع النخل وأجذاع الشجر. تتزاوج الدعسوقة في فصل الصيف أو فصل الربيع، وتبتعد تماما عن الأجواء الباردة أو فصل الشتاء اللي تعتبرها فترة سبات. الدعسوقة تبيض كميات كبيرة قد تصل 300 بيضة، وتختلف مدة فقس البيض عن بعضها البعض، تقريبا ممكن يفقس بيضها كله في أسبوع أو أقل أو أزود بشوي. تقعد الدعسوقة تتغذى كيرقة لمدة أسبوعين تقريبا حتى تصبح حشرة دعسوقة كاملة. بعدها بيبدأ ظهور النقط السوداء على جسمها، ودورة حياتها تقريبا تستغرق إلى 7 أسابيع. فوائدها، فوائد الدعسوقة كثير. طبعا هي يسمونها صديقة الفلاح. الدعسوقة يتم استخدامها للقضاء على الحشرات الضارة في بعض الأماكن الزراعية. تساعد الفلاح على قتل الحشرات القشرية اللي تضر المحاصيل، تأكل اللي هو المن، كل ما يضر محصول زراعي هي تقدر تأكله. وبعد لها فائدة ثانية، هي تقدر تساعد في عملية التلقيح الخاصة بالأزهار. هي لا تضر جسم الإنسان ولا تسبب أي مرض للإنسان، هذا طبعا بعد الدراسات المثبتة والأبحاث. اكتشفوا أن جسم الدعسوقة يحتوي على أشباه المضاد الحيوي، أعتقد اسمه هارمونين. يأخذون السائل هذا وينتجون منه مضادات للميكروبات. عشان كذي الدعسوقة تعتبر صديقة الإنسان وحشرة قوية جدا إذا ما تم مقارنتها مع حشرات أخرى. تتميز بصغر حجمها عن بقية أشكال الخنافس أو عائلة الخنافس. ألوانها جميلة، الشكل الجسدي لها، هي لها عينين اثنين، وكل عين فيها مجموعة عيون صغيرة أو عوينات. وفترة حياتها من 3 أسابيع إلى 7 أسابيع. جهازها المناعي قوي جدا. فكها السفلي أصغر من الفك العلوي، يساعدها على عملية قضم الأكل. لها جناحان تحت غشاء يخرجان في حالة الطيران. من ناحية الجزء السفلي اللي هو جهة البطن يعتبر درع لها حمايتها. كما يوجد بهذا الدرع 6 مفصليات. طبعا هذه المعلومات اللي أعرفها عن الدعسوقة. إذا كنت تعرف معلومة جديدة أو ما ذكرناها عن الدعسوقة بهالفيديو ضيفها بالتعليقات، ولا تنسى اشترك بالقناة.